تنوي طهران استئناف العمل في مفاعل أراك النووي فيما يبدو أنه تنفيذ لتهديدها بهذا الشأن خلال الآونة الأخيرة. وقالت مصادر صحفية إيرانية أن رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي أبلغ نوابا بأن إيران ستستأنف العمل في المفاعل النووي للماء الثقيلة. ونسبت المصادر تقريرها إلى نائب في البرلمان حضر الاجتماع. ويمكن استخدام الماء الثقيل في المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم، وهو وقود يستخدم في صناعة الرؤوس الحربية النووية.